طبعا كابتن رامي، الطرفين ولغاية دلوقتي في طبعا يعني إشادة بيهم، لكن على المستوى الهجومي طبعا المباريات اللي لعبناها بتجبرهم ان هو ما يكونش ليهم ادوار هجومية كبيرة يعني زي ما كنا بنشوف قبل كده. هل الطرفين سواء احمد فتوح او عمر هيبقى مطالبين بادوار هجومية ولا هيلتزموا دفاعيا بص زي المباريات كابتن، اللي فاتت؟ عمر وفتوح اختلاف ما بينهم في حاجات بسيطة. عمر بيزيد كويس، عمر ما بيوصل للآخر، بيعمل كورسات كويسة غير فتوح. فتوح عنده المهارة هي اللي فارقة معاه شوية، ان هو مهارته عالية فدي فارقة معاه، لكن اما بيجي يفنش يعني مش نفس تفنيشة عمر. عمر بيزيد كويس، عنده سرعات كويسة، خد ثقة خلاص، دي تفرق معاه في الملعب غير فتوح. فتوح عنده يعني مهارة كويسة، بيعرف يسلم السلم كويس، بيعرف يقف على الكورة كويس، لكن الحتة الأخيرة بتاعته هي اللي بتبقى صعبة شوية. رغم ان فتوح يا كابتن مجدي يعني عمل الفضل. مباراة كبيرة قدام يعني بس كابتن واحد من افضل الباكات رايح في العالم. الميزة من وجهة نظري اللي هو اتحسن في الحتة دي، هي دي الحتة كانت ناقصاه. هو كان بيقول لك دايما هجوميا احسن من دفاعيا، النهارده دفاعيا لعب على بيبي في لعيب ارسنال 120 دقيقة، لعيب جامد جدا، لعب اشرف حكيمي، لعب على لعيبة كويسة في البطولة، فواقف على رجله كويس. واعتقد ان هو برده واخد تعليمات من الراجل وما يزيدش. اما انا بتكلم كده غير عمر ناحيته حتى عمر خلي بالك، انت المشكله في اسلام، انت ما بتشوفش مصر هجوميا قويه ليه؟ انت هتشوفها قويه امتى؟ لما تلاقي الاثنين بتوع وسط الملعب بيزيدوا لقدام. انت ما تحط 7 تحت الكوره وثلاثه قدام هتعمل ايه؟ اخرك هتعمل ايه؟ حتى الكوره الثانيه مش هتاخدها. لكن بلاحظ كل مره مصر دايما بتخش منطقه الجزاء وتبقى قويه في بالطريقه الهجوميه بتاعتها امتى؟ لما تلاقي تريزيجيه موجود، لما تلاقي السوليه بيخش جوه منطقه الجزاء، لما النني بيخش منطقه الجزاء. طول ما احنا تحت الكوره انت بتلعب 7 تحت الكوره، هتعمل بيهم ايه؟ مش هيبقى حاجه، ولا تاخد كره تانية ولا تروح للجون بكثافه. ده اللي حصل بالظبط في ماتش المغرب او 45 دقيقه، كلها شوط من بره منطقه الجزاء. لكن دخلت امتى منطقه الجزاء؟ في الشوط الثاني لما تريزيجيه نزل وبدا يشتغل بين الخطوط وبدا يلعب بوكس تو بوكس، يروح ويرجع، واحمد سيد زيدو نزل ووقف على الكوره والمساحات وسعت بتاعت المغرب. ودي نقطه مهمه جدا، خلي بالك احنا مشكله عندنا في مصر منتخب، احنا ما بنعرفش نلعب تحت ضغط الفرقه اللي قدامك. يعني انت لاحظ كده ماتش الكوت ديفوار اول 35 دقيقه، اول لما كانت الكره بتقطع من الكوت ديفوار بيجيبوها في 6-7 ثواني. ليه؟ عشان قريبين من بعض، احنا بنقلق من الضغط وبيبداوا من تحت. انت كنت كمان تمسك وتعمل كور طويله، فدي برضو بتفرق. امتى بقى انت مسكت كوره؟ لما المساحات بتاعتهم بدات ايه؟ توسع، فانت بقيت تستريح وانت بتلعب وبيضغطوش بقى. انت برضو في مصر هنا مفيش الضغط العالي، مفيش الحاجات اللي بتعملها في مصر في الدوري. لكن هتلاقي مين اللي بتحت ضغط؟ مرموش، صلاح، مصطفى، الناس اللي بتلعب بره مصر هي تلاقيه واخد على الشغل ده شغل الضيق. لكن انت في مصر هنا بتشوف الفرق بتلعب بعض ولا حد بيضغط ضغط عالي ولا بيعمل. طيب كابتن رامي، يعني برضو مصطفى محمد غير موفق في تسجيل الاهداف لغايه دلوقتي، بس وجوده مهم. لكن الادوار اللي بيقوم بيها كيروش مقتنع بيه بشكل كبير. شايف ان مصطفى محمد ممكن يبقى ليه ادوار مختلفه بكره، في ظل كمان ان الكاميرون عندهم اطوال، عندهم قوه اكتر من المنتخب المغربي؟ طبعا مصطفى محطه، مصطفى لعيب كويس جدا، فرويد ما شاء الله عليه، عنده قوه، عنده سرعه، بيلعب بدماغه كويس، محطه لينا الفتره اللي فاتت. هو مش موفق ان هو بيجيبش اهداف، لكن وجوده مؤثر معانا الصراحه. بيجيله كوره، بيقف على الكوره، بيعمل. انت عايز ايه من الفرويد يا كابتن اسلام؟ ان هو يعني البعض كان بيقول لك ان محمد شريف بيقدر ان هو بيروح بيستلم بيشتغل على الارض اكتر من مصطفى. بس ثباته وقوه مصطفى. يعني انا كراجل مدير فني، لا مصطفى طبعا. حتى ولا هو عنده، علشان هو بيجيد العاب الهوا، فاحنا ما بنشتغلش على الطرفين بشكل كبير. لا هو بالنسبة هو مش بتكلم في دي. لا بالنسبه للكورسات هو مصطفى مميز، لكن هي عدم التوفيق والتوفيق معايا بس مش اكتر. لكن مصطفى لا، محطه قويه جدا، وفرويد ما شاء الله يعني مستقبل يعني. فمصطفى هي اللي فارقه معاه حته الاهداف، بس هي دي اللي فارقه معاه بس. كابتن